عايش يا اسطى حاجه والله. يا موت من الضحك. اعرف راموس يا اسطى، اعرف راموس يا اسطى، تعرف راموس يا اسطى؟ ما اعرفش انت راموس يا اسطى. قطع بطاقته. استنى استنى مليون. الحاجات دي بتفرق في الجو تاني. بص اضرب اوت. بص يا اسطى جبت اللعيبه. بص يا لا ده انت ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله. من جد الوقت هقدم لكم فيديو جيم تانية في الرانك يا اسطى ببراند برضو which is nice. هات لي الايتم ده صاحبي. احاول الجيم ده اجيب كلات على قد ما اقدر لان ازيك يا صاحبي. احاول اجيب كلات على قد ما اقدر عشان ايه كير الجيم او باور فارم حتى. ست نازل من غير اي ايتمز. نايس واو. مالناش دعوة يا اسطى، مالناش دعوة يا اسطى. الايتمز بتاعتك يا صاحبي لسه ما خدش باله هو معاه شوية ايتمز. نايس. محدش بيساعدني في البوت. نايس. ولكننا سمعنا حاجة. لايف ده يا ابو دايما بشير يا صاحبي. بس يا عل كيا كيا معانا النهارده يا شباب. عامل قلق في المكان. قاعد شغال سياح من الصبح. عندي الوقت سيه سيه البنت والولد كيا اسمه كيا. اتنين بقى بغنات يا اسطى عشان لو حد يسأل ايه اللي في الصوت ده يا اسطى. كيا بس بيحب السياح كده كل يوم. والله المد بيلعب حلو. A few moments later. Never mind يا صاحبي. الجنجل بتاعتي راحت يا صاحبي. وانتوا كنتوا فين؟ وانتوا كنتوا فين؟ والله اخد الجنجل بتاعتي كلها يا اسطى. ساعد يا اسطى. ارست طيب ولا اعرف اخد الاسكاتلر دي؟ ولا اروح العب. الو؟ كيو بتاعتي الو؟ يلا صاحبي خش يا صاحبي خش يا الجيبة. معيش يا اسطى حاجة والله. جاي موته من الضحك. اوه يلو جاي لك يا صاحبي. ازيك يا صاحبي؟ انا بترول يا جدع. كيف دارك هارفست؟ ازيك يا صاحبي؟ بس خلاص يا اسطى خلاص سيبه يا اسطى. واو ده لسه عايش يا اسطى. زاد يا اسطى. ازيك يا صاحبي؟ سادنس يا اسطى ما ماتش. بس معاه فرم حلو بصراحه. شايف هنا فارم برضو. دي الميد لين بتاعنا مش هيمانع يا اسطى. بيمانع يا اسطى عادي. ازيك يا صاحبي؟ خش اجيبك. ايه جبته برضو. ازيك يا صاحبي؟ خد يا صاحبي خد. اوفر ماي. اوكي يا صاحبي ناقص 10 ال بي. واحد اللي والله راح اف كي كمان which is nice. خش نيكست يا صاحبي. اوكي يا ابو الصحاب انا برضو يا اسطى. بص ست ودانا which is nice. حاجه كده تفتح نفسك كده. او يا يا اسطى. نايس. جاي لك يا اسطى. حتيم كله مات. كده رجعت الجيم تاني 6-3. نايس. عملوا سرندر. بداية موفقة يا اسطى. على الله التسهيل. ناس 20 ال بي. مش عارف ايه يا اسطى الرانك اليومين دول. تراي هارد شوية ولا ايه طيب؟ ما بتضايقش يعني؟ مع ان انا عاجبني براند والله. براند ستايله حلو. بس مش عارف في ايه يا اسطى اللي هو يعني. يا شباب عدنا اليكم من جديد.
اوكي يا اسطى، جيم تاني من رانك يا اسطى. المره دي بلعب بفيلفس. واحد يقول لي انت بتلعب بفيلفس ليه يا اسطى؟ عشان راموس اتبند، كنت نازل انا اخش براموس وكده. الواد ده بند راموس مش عارف، هو اكيد راموس بيكونتر، راموس بقى بيكونتر الشامبيونات كلها اللي في اللعبه دلوقتي. حاول افارم كده على قد ما اقدر. طلع التيم بتاعهم معقيم قوي يا اسطى. عاملهم فيد نايس يا صح. ليل اوكي نايس، حلو فرست بلاد يا اسطى. ليه؟ كده صح، حلو حلو اخدت كلها. استنى لوك بتاع ده جي جي. تعمل لي ديموت يا اسطى لول. ضحك السنين يا جدعان. اوكي يا اسطى، جالنا راموس الحمد لله بعد ما تعملنا ديموت. اهلا بيك يا اسطى في سيزون 24 يا اسطى، 2024 سيزون مبشر بالخير يا اسطى، حاجه منتهى الضحك يعني. سيزون ما كسبناش فيه الا جيم واحده لول. بص بقى التيم بتاعهم عامل ازاي يا اسطى. ناسس، شيفانا، ديانا، فيلكوز، كلهم اي بي. لو هم فاهم اللي هم تنزل براموس هجيب لك التيم كله اي بي فاهم، يحط عليك اللي هو في بيلد كده عايز اجربه. او مش هيبقى فول بيلد بس هجيب البوتس، مش هجيبها ارمر، هجيبها حاجه تانية. هو ماجيك بنتريشن. ممكن اروح اجانك دلوقتي، افلش هنا او مش افلش. خدها يا اسطى، ابوس ايد. اوكي يا اسطى ده ماي باد فعلا، ده اللي هو فاهم ماي باد بجد. يا ريتني كنت اخدت الكلا يا اسطى. انا جاي موتها بعد ايه بقى يا اسطى؟ امانيا فلاش هيل. ناخد الكامب ده، احاول اروح الميد، احاول اعمل اي حاجه. ممكن افلش بس مش عارف بقى اللي هو معاه دامج. هذا هو السؤال. يلا بينا صح، خش يا صاحبي. خش يا صاحبي. ازيك يا اسطى؟ ازيك يا اسطى؟ ازيك يا اسطى؟ لازم ارفع الماستر يا معلم. اوه يا طب يلا يا صاحبي يلا بينا. حركة حلوة يا اسطى كل حاجة. شيني اعرف راموس يا اسطى، اعرف راموس يا اسطى، تعرف راموس يا اسطى؟ متعرفش انت راموس يا اسطى؟ عم ابعد عنا، بص لاجلك ابعد عنا عزيز ثاني، امال على رجل.
ودي ايه؟ شينا صاحبي شكرينا رجولة جي جي ايزي جيم ياه او ياه خير ان يسطا كم ونهاية كده يسطا عشان الدنيا كانت بايظة معانا خالص وانا ازرايل يسطا 29 من الساد يسطا انا قدامي شوية على بطلة تاني 2 ون و 8 لوز يا ديني الناس يا جدعان انا قدامي شوية عشان اظبط الدنيا تاني بعمل سويتش كده بلعب سبورت شوية عشان اتخنقش بس ما بدأش شيلت قوي من الجنجل فعلى الله التسهيل لو ما رجعت جولد 2 هنا ولو كسبنا الجيم ده هنطلع شوية في الرانك يعني هنطلع جولد 2 مثلا شوية قلبي حلوين عشان لعبت كتير بصراحة الموضوع بقى رخم قوي انا عندي الوين ريت بتاعي 4 وين و9 لوز حاجة منتهى الضحك حاجة سات جدا فعايز اظبطه على قد ما اقدر حتى الشامبيونات اللي انا خسرت بيها هلعب بيها تاني عشان اظبط الوين ريت بتاعها وضرب البوشن بتاعه كمان حتى اسطى نسيت اضرب اجنايت عليها يعني ما ضربتش هيل يا اسطى مش اجمد سبورت في العالم يا اسطى بس حلو يعني بص هتاش بص على المينيون وبص وانا رايح على الدولوت واتاك بص كده بص حد اخد باله هي مش هيضربني لان هو الاوتو اتاك بتاعه راح على الـ على الـ على المينيون يورك بقى سايد فش هيموت ايكو كمان لاي كان معاك قلت يا اسطى ما ضربتهاش ليه يا اسطى جينكس ماتت مينيونز هيلت طول هيلت عشان تموت ضحك السنين ماشي جي جي بيتر توب ون يا اسطى يا جماعه اخوي مش ده فيديو على اليوتيوب ده يا جدعان في ام سيرفر ديسكورد وانتوا كنتوا موجودين وعيب قوي اللي بيحصل ده عيب قوي 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 يعني بس فاحنا ايه يا اسطى ناويين تعملوا ايه طيب بعدين بقى ولا اي حاجه بس ولا اي حاجه يا اسطى طيب. ولا اي حاجه رانا حاجه الفارم بتاعي عشان انا ورايا فارم ورايا دنيا انا مش قادر ورايا جيم انا بلاش بقى شغل القرف ده نبدا هنا ماشي هو جاي اصلا والله محترم والله يا اخي محترم والله يا اخي محترم اهلا ده جالك الفنان جالك بنفسه الفنان جالك بنفسه انا هيموتني يا اسطى لا يا اسطى انا موت ناس هكنزل المفروض فايت خالص وكنزل بولت يا اسطى استنى كده البولت في فريكل الله بس اللوفا دي يا اسطى لو سابوك لوحدك هتتشخ يا نهار ابيض هتتشخك ده هتعمل عليك دمج اكتر منهم هي واقفه ليه كده يلا ربنا يرحمك يا اسطى والله كلها عسل يا اخي ايه ده
ايش يا اسطى التيم بتاعنا يا اسطى بتعول يا اسطى ما ورس ورس بس ضاع فلاش ما لحقتش ما اكلتش رز ما اكلتش رز ايه ده يا اسطى انت في الجنجل بتاعتك ولا بتاعتك هو ايه ده كل اتفرج يا اسطى انا والله ضحك يا اسطى انا ليفل 4 ولا ليفل 6 طب ايه طيب يا دنيا يا الصحاب اف اف يا صاحبي يلا توفى الى رحمك انا مش عارف ده تاني مره اطلع البلو اموت اللي هو طب ايه طيب ما العبش طب طيب ما اروحش الطب خلاص عايز ما تقعدش شويه كمان تموت تاني يا اسطى دي تالت مره تعمل لي ديموت يا اسطى خش يلا اور ويك يلا بص يا اسطى بص تلاقي سمير اللي معايا ديت بص تلاقي بلا حسينين دلوقتي رب ابوس ايدك سمير يا اسطى انجيج يا اسطى مش طالبه فاهم ازيك يا صاحبي لا هو شكله نأمل زادك لسه هقول لك يا رب عشان فاهم هتبقى يوزلس خالص يا اسطى هيموت ويضرب يا صاحبي ده صاحبي خد يا صاحبي خد يا صاحبي شويه يا عم ارحب يا ابني شين يلا يا اسطى هو مش معتمدين ادي ستي مش معتمدين ادي ستي يا اسطى والله ما تهيلهوش ما تهيلهوش لا ما تهيلهوش انا عايز اهيله والله يا صاحبي مش عارف اهيله دي بنت ايد عليا يا كلب مش عارف والله اضرب كيو يا اسطى انا قاعد بهيله بس ايوه ما تبقى ما تهيلش الواد خلاص ده نازل ده نازل الليل يتهيل بس ما بيتي تاك على حد خلاص يا اسطى خلاص كده نايس يا اسطى يلا عرفنا خلاص كده ديت انا لما بلعب بقولك لما بلعب سبورت خلاص يا اسطى هم جابوا ليفل 6 بس سبورت دايره جامده قوي يا جماعه ورود جاي بعد ما الليله خلصت اوه بس لا هيجيبها معقوله مش معقوله بس معقوله مش عارف ورا ولا ما كريم مش فورورد بيتاب ازاي او هيموت يا اسطى لا هيجيب الكلات ثاني هيجيب الثاني هيجيب الثاني هيجيب الثاني الالترا واحد بتاعت الثاني نايس كده الكيو بتاعته عشان وحش هو عشان وحش قوي يا اسطى سادي يا اسطى الكيو بتاعته كان ممكن الاثنين بيتكلموا دول لو لعبوا المكان ما كانش هيجيبوا كلايه انا فكر حضرتك كنت نازل تجيب الكلايه بنفسك يعني ولا ايه عشان ما تكشف شمر يعني انا مش مدعي انا مش مدعي احنا عادي بالكومنت على البلاي وعمال اشرح عمال اطرح وانت في قلبك وده ما كان يلف على الثانيه كده كل ساوند تايب تريستانا بقى خلاص انا دي هتفتح توب ومد وبوت شحنا كلنا دبليو خلص دبليو والله وديته اكزوز تعمل اكتر من كده صح دبليو ده كان مسدس انا مكانه طب خلاص ده السلام انت صح طب دوج طيب اي حاجه انا عامل له عارف سبورت ازير سبورت ازير سبورت ازير جاي لك قول له ايه ده ازير عايز حد عايز يا اسطى حد يعني يا اسطى لا ويز بيقول لك انا تفل ازير سبورت لور وديت ده امسك المسدس طيب مكانه مش عارف والله يا صاحبي والله اعمل ايه ايوه لا يا دبليو ولا دبليو دبليو ولا دبليو ايوه الله لا العال دي مالها يا اسطى هيموت ولا ايه خلاص يا خلاص يا خلاص سيبنا نروح سيبنا نروح طيب طب يا اسطى خد المينيونز يا اش لا قصدي اقعد اجري ورا ورا ويطلع للواد ده شوف الميد عشان ده خلاص ده حتى لو انت فيدته هو مش عارف يكسبك الجيم يا ريت بقى يعمل اي حاجه يعني يعمل اي حاجه هتجيبوه هتجيبوه يعمل اي حاجه وفعلا نخش يموت يا اسطى يا كده انت فتح الاول ده مجنون طب يلا ها فين الدمج والواد ماله قضي فيش يا اسطى جايين ام استغفر الله العظيم انا صايم يا لهوي الحمد لله هو انت في وز انت بتساعده قوي كده ليه مفيش يا اسطى معيش حاجه يا اسطى هساعده اكتر من كده طيب لا انا بقول لك انت بتساعده قوي يعني ومحترمه انا ما بلعب سبورت مش انت قوي كده تعالى يعني خلاص يا الواد كود نو مقطع بطاقته على وز وز احنا شكلها جي جي يا اسطى خلاص كده اي فيل ات بس انا مش عايز اخد اخر محاوله امشي ورا اي حد ازير مثلا وورك احسيب الكوتشين بقى خلاص بقى روح فين يا اسطى ازير 1 4 0 3 مفيش الا وورك بس وورك برضه هيخش يجيب كلاوي ويموت ما اعرفش كده غشيم وورك اصلا ماشي مبدا انا مش عايز حد ورايا فاهم يا تنقص كام اللي بيها وز اخويا يلا صاحبي عشان فاهم كلاكيت بقى خمس مره يا صاحبي تعرف يا اسطى المشكله في ايه ان الوين ريت بتاعي مفشوخ بجد فاهمني في حد جاي لكم من ورا ايه ده ولا دي تهيؤات لا ده جينكس بص مقطعه جينكس لا ده جينكس فاهم
كيو بتاعتها حلوة بصراحة. بس هي ليونا مستنيه ليفل 2 بس فاهم؟ كده تيجي هتقول لك تعالى بقى فاهم؟ تعالى جينكس انت تتعامل على ليفل. بس يا عم على الاقل مش زي سمير. يا سمير كان وحش قوي. المتهيأ الواد ده قلبه جامد شويه، قلبه قاعد يا اخي. ده الماستر بيعمل له لايك يا اسطى، بيقول له ماشي نشوف بس الموضوع ده، هخليك ترجع اللوب تعيط. لا ليونا دي يا اسطى لو مسكتني في الجيم مش هتديني بيرما ستان يا اسطى. بس لا اتفرج يا اسطى، اتفرج يا اسطى، اتفرج يا اسطى. يو نو وات، يو نو وات يا اسطى. لا يو ار وين. ايوه جينكس هتتبع. يلا عيش انت، عيش فين يا اسطى؟ الو كنت فلاش اوت على التورنت. ايوه لو قتلت هتكسب خلاص بقى. بس يا وات مردي دي جامده قوي. انت بتستفزها. انا عارف يا اسطى، هي ضربت ايه على البيت وهي بقى تعالى اللي بقى اللي هو انا هديك ستان في بتاع يا اسطى. لو تعالى بس ترفع لي الماستر يلا، ولا ايدك جنبك ولا تعال. بص بص لا 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 تايلاند تعال تعال. طب تعال خلاص يا حتى يا اسطى بقى بص ايدك بس كده خلاص صح. ايوه يلا بس جي جي يا اسطى. الواد جامد انت، الواد انت بتاع يا اسطى خلاص يا اسطى جامد بتاع يا صح. تعال تعال خلاص. هو بيحاول يعمل اي حاجه ده بيخش جوه. سيبه سيبه انا سايبه يا اسطى. هو كده خلاص، هو جاي تلت خلاص كده مهمتي انتهت يا اسطى. استنى استنى فين ليون؟ الحاجات دي بتفرق في البوتين. بص اضرب اول دلوقتي. بص يا اسطى ابن اللعيبه. بص انت ايه ده؟ حاطط الجن بتاعك يا اسطى. والله عارف اللي اضرب اول يا اسطى. يا اسطى العادي خلاص دي راحت في ذمه الله. ايوه ربنا توفى الى رحمه الله. تعالى صح. اه مات بقى ولا ايه؟ لا ما حدش هيموت يا صاحبي خلاص صح. الجيم دي بتاعتنا. تراندل يعني مش متشكل له شويه فانا مش عارف. تراندل خلاص صاحبي عرفنا هو فين. في التوب في التوب. الواد بت بتموت. تعالى صاحبي بتموت. دبليو لا آه. خد هيرا صاحبي. طب انت هما ليه مش عايزين يقتلوا حتى صاحبي؟ نايس عاش يا ابن اللعيبه. عايش عايش ادينا كلها ليونا يا اسطى. ليونا دبل. ايوه دبل كل ليونا اصلا دول يعني. بص 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 ما بيهزرش هو. بص وداها هي كل حاجه. الماتش يا اسطى بدا يبقى وحش. اوف ولا من خاف يا اسطى. ليونا ومس فوش. لا 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 لو ضربت لو ضربت حاجه يا اسطى هتموت. ساد ليونا يا اسطى معاها 4-1 يا اسطى. كلا تاخد كل تاني دلوقتي. نتمنى والله ما تصايدش يعني. نتمنى ما تصايدش. حلو. طب طب انت جاي تموتهم من الضحك يا اسطى. جاي تموتهم من الضحك يا اسطى. بس خدنا كلها الجينكس ان شاء الله. لا انا عايز البيت ده اخدها فعلا عشان هي محتاجه دي. بس متداس عليها في الشعر اسطوره يا صاحبي. قلبه قاعد قوي. يا لهوي يا جدعان جامد. هو عايز يخلص الويب. بعدين انت هتموت. انت اكتشفت انت هتموت صح؟ ماشي. انا عديت من الليزر يا اسطى. لبست في الليزر يا حماقي. طب ايه يا جينكس؟ ايه يا حبيبي مالك؟ مشينا صح. مشيني بس مشيني. ادي الاوبا ودي يا زلمه. ايه ده؟ احنا معانا ليت جيم يا اسطى. بس كله ليت جيم يا اسطى. حاجه ممتازه. نوصل. طب ليت جيم بس عايزين نوصل. قال لك بقيت فراشه جميله. اوعى وروك. اوعى ودي. بص استنى فين الدبليو. بص الحق ربي. يموت هيموت هيموت. وي يا جدعان جيجي. عامل ايه طيب اكتر من كده يا صاحبي؟ جيجي يا اسطى. ديد ويل يا اسطى. ديد ويل. الواد جينكس. بص جينكس ده رايح خلاص فاهم. ده اتضرب سبرنت قدام. الواد مش هو كان واقف جنبنا هنا. كان واقف في الالت. اتلاقيت فجاه اختفى كده. بص اهو رايح يا اسطى رايح. انت معاك شويه تعال بتجري. انت معاك الولف. محتاج موبيليتي صاروخ عشان تجيبه. هيخش معاهوش ارض. الولف داخل بعد ما احنا خد كل حاجه. خد الار وخد كل حاجه ببقه. جينكس فين؟ فين الانتحار بتاعك؟ خلاص صعب. انا متزعل. بوم.
ليه دي دخلت الفايت مش فاهم يعني انا. طب هما كانوا بيفوكسوا على ايه؟ انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ بوز بيعمل بوستشيك. لا هما كانوا بيلعبوا مع وولو في البيز عندهم. انا ريست. لا 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 جي ارجع صاحبي ارجع عشان انا مش هحمل. بص مجنون اب نورمال. ايه ده؟ ايه الالتيميت دي؟ كل حاجه مفيش صح. صعب الستان السي سي بتاعهم حاجه بضع. يلا يلا عشان عارف سر براحتك. كريم جت على جت على ايوه يا اسطى. لا في الجنجل انت مثلا بتبقى تلاقي واحد داخل لك انفيد فاهم، والتيم اللي هو لا ما عادي يا صاحبي ايه يعني انفيد. جينكس بولو كل حوالو جينكس بتطير يا اسطى. جينكس بتطير يا اسطى. جي جي يا صاحبي. قال لك روح كلا اندهنا يلا صح. بيخلصوا البطل بقى هو ترندل يا صاحبي. ما عادش كلا ما يتعاملوا معاه بقى. تعال اي هتلاقي مش ليون ده كله هيتلت دلوقتي. لا خش علي. لا بص جينكس اوه لا الله حلو يا اسطى. ده بيضيعش وقت صح. وروك يا اسطى بص وروك ما تعرفش معايا عنده ضغينه قدام الواد ده. والواد كل شويه عضه جامد ويشد وينتفوا برضه. دبليو عامل ايه؟ طيب ضربت ايدي يا اسطى. عامل ايه؟ طيب اكتر من كده. وروك يا صاحبي بص كل ما يشوف ترندل هو ده التارجت بتاعي. انا شايفه بيفايت. طب انت بتفايت ليه؟ لا انا يا عم الله 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 مانا يعني مانا انا بس اضرب ايوه بس كده خلاص يا كي دي الجولة. لا حاجة انها اشياء لا تشتغل يا صديقي. فين التنين روح بقى غلط وشك كله مبوش كله دم. اهلا بيك في الدائرة صح. انا جايبين لنا كلب في الجنجل ما هو ما يشمش على ترندل بس هو فاهم. الاشكال دي ما بتجيش غير بضرب الجزم. هموتك ضرب. لا انا نايم يا عم يا اسطى. انا نايم يا اسطى. كفايه عليا كده يا اسطى عشان هبدا اسب بقى خلاص زي فين كده فاهم. طلع وصوت لحظه يا سلام. ما اي حاجه. طب شد بقى مش عارف اديله اكزوست لول. خلي بالك تونيدو. ابص التورنيدو عليك انت واضح يا وز فعلا. الناس بتبقى بس سكوش يا اسطى. لا في كور شخصي. لا ما هو يعني ازرق التانك بص ابن يعني. شفت الولا كره في الكور. بص انت برضو لغايه الوز كل يلا في ايه يلا بقول لك والله يا بس في حاجه في الاكونت. انا كنت هفلش والله كنت هفلش هنا دلوقتي بس والله في حاجه في الاكونت بتاعك اللي هو الاي دي سي قدامهم. لا انا حاجه ورا اضرب التورنيدو على الاكونت. ممكن تعمل لي فيديو بقى تجربه. ايه يا اسطى مش عارف اتحرك. ضربتك اكزوست. طب انا هعمل ايه؟ هيددك ازاي بالاكزوست؟ هو الولا اصلا بيفوكس عليا ولا ايفر في كوره يا ابني. الاكونت بتاعك في حاجه. كوب الناس صح. ايوه الله ولد هيب يا ولد. ولا فجأة طب ايه تاني؟ خدت اسيست. اهم حاجة خدت اسيست. ليه في الكرة بس يعني مش بحب الدور المصري اكيد. يا سلام. هي سؤال بقى يا اسطى متهيألي البتاع بتاعتها ما تكنسلش الالت بتاعت صح؟ ايه البتاع بتاعتها اللي هي الدايرة دي الارض بتاعتك صح؟ بس الاي وي كيو بتاعتك لا زي يا اسطى. ما هي نفس ويندو انت ايه ده؟ انا مش عارف افل. ممكن اتحرك؟ طب حلو يا اسطى شكرا يا اسطى. انت ولا لبست ليه ولا كيوت انا ولا اي حاجه. انا بص هو ساعدني يا اسطى فقشت يعني. ها كوتو قاري يا ابني مالك مؤدب كده ليه؟ حاول تسرق الكلاب. لا انا اخدتها فعلا اخدتها بالقطن. هاي يا ولد داش ايه ده؟ ايه يا صاحبي؟
يا جماعة يا مات؟ ما بيموت بس مات لا هو عايزانا مات تبقى نافع برد يا اسطى افكر ماشي الحمد لله عنيف قوي يا اسطى هادي ناصص نازل بنفسه يا اسطى يمس على سميرة خلاص بنام ناصص نزل لك خلاص انت كل سنة وانت طيبة كده ايه الشيلد ده؟ البيك كل ده شيلد من ايفرن؟ هوب هوب ناصص هوب. ما استكهاش السلام عليكو ولا بيحس بحاجة يا اسطى كنت بقى قاعد رايق بقى فاخد بالك شفتني 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 هوب خلي بالك تبقى اللي في النادي كمبلي ما له فيه كره كده ليه والله ما يا اسطى يعني هو شايف الدنيا كلها حواليه لا انا هخش برضه يعني. شيلد طبعا شيلد بيروح يا اسطى كل حاجه بتروح الواد كال ضرب كال ضرب كال ضرب ما حدش قاله بص بص حاجه ايه بقى يعني في الواد ترجع ولا ايه الكلام استنياني يا اسطى ناصص بيند الجيه ازيك يا صاحبي خلينا كده محدش هيرجع صح ايوه حلوه الكهرباء والله مش بطاله ازيك يا صاحبي هيتيرك انا مش هيتيرك استاذ انا بقى اخدت الالت انا مات يا اسطى ازرق الجاب اللي بحب العب بيه ستاكات يا اسطى اسمه لو سبورت بلعب بسنة جميل رينيا سول جميل جدا ما لا ايه لا تاكس صاحبي مشينا صاحبي خلاص يا صاحبي انت عايز ايه مني يا صاحبي معلش انت مش خدت استناي انت استنيتني ازاي ده مفيش ايه ولا حاجه ارمي ايه وما تفرعاش مش عارف يا اسطى مش عارف اصلا ارمي حاجه ولا هيجان صراحه عندك هرمونات عاليه قوي عندي بس صح ده انا في حراره واصله لي هنا اهلا بك في الرانك يا صاحبي اهلا بك في الدايرة بس هو التيم كله بيدوس عليه فهو مش لاقي حد يدوس عليه فالا من اروح اموت السبورت لازم احس اللي انا جامد هو اي حد مش عارف يقتل حياة لاكس هروح اضرب لك طب هاي اس لا ده اجنابي ده اسا ده خير الناس تقولني اسا الحمد لله الحمد لله نطلع من المعاناة شوية يا اسطى 12 وين 17 لوز ايه فيش بقى ما تريحش بخش في الوين ستريك دي لا خلاص لا انا بارك والله في مرزق اسطى سيبني يا اسطى كفاية كده يا صاحبي اسمع بس يا عم كفاية كده بس اسمع مني يا عم كفاية يا اسطى هنفتح يا اسطى احتفل بقى يا اسطى نحتفل بمناسبة بعد الهارد ستاك ده اللي حصل ده لا كريم قال لي ان هي حظها حلو انا باخد نصيحة كريم شوف خدت نصيحة كريم شوفوا حلو ودي ماشي قال لك حلو السكنات بقى حاجه ورضايه طب وكام و 150 كمل يا اسطى قولي بيه فكره حلوه السكنه دي انت عايز نيفيا او يا يا نيسي فيها السكنه دي ديفاين فينيكس حلو روح اشتري يا روح اشتري لك انت ري بيجيب ايه ده صح بيجيب من تحت بتاعت السكنات ايوه ده دوق كده يلا بسم الله ولا اي حاجه كده خلي بركه ربنا تبقى معاك يلا بسم الله هوبا يا سلام استنى استنى نعمل رول لسه سير رول طيب خد بقى حاجات الباور خد الحاجات المعموله بباور بوينت دي مرسومه على الباور بوينت دي ايوه خدها كلها بقى اعمل لها رول طبعا هو مشكلة هاخد بتاعت مرجانة دي مفيش باور بوينت تاني؟ انا بقولك الباور بوينت ده المعملوم رول على طول فده الابيك اللي فاضل بس مرجانة معايا لها سكنات كتيرة فمش محتاج السكنة دي ماجستيك ها؟ تشيست يا ولا بسم الله حاجة كويسة حاجة كويسة ودي كي بسم الله ها هيل تلعب جنجل تلعب جنجل وجالك انت لسه بادئ يا اسطى بفيجو يا اسطى بس ماشي طب حلو بيت ربنا انا في غيرك بيجيله ديفندر ليونا اقعد ساكت
يلا بسم الله. ايفي يا ريو يا بورد كوماندو. ما عندك حاجه؟ لا لو عملت الرول كده هاخد 2 ايبك، فسيبه بقى لما يجي له واحده ثانيه معفنه ولا حاجه.